اختيار ساحة الحمراء مكانا لإقامة مهرجان الكتاب الروسي في نسخته السادسة ليس صدفة، فهذه الساحة تعج بآلاف الزوار كل يوم. مهرجان الكتاب هذه السنة شهد مشاركة كبيرة لأبرز دور النشر من مختلف الأقاليم والمدن الروسية، كتب التاريخ والعلاقات الدولية والاقتصاد بالإضافة إلى كتب تعليم اللغات الأجنبية هي التي نالت رواجا كبيرا في المهرجان هذه السنة. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في مهرجان الكتاب في الساحة الحمراء، نعرض أحدث الإصدارات في مجال الكتب الأدبية والتاريخية وحتى تلك الموجهة للمدارس والأطفال. هذا المهرجان فرصة حقيقية لعرض أحدث الكتب. للأطفال نصيب من مهرجان الكتاب، فقد خصصت لهم أجنحة تضم آلاف الكتب المدرسية والتعليمية، لا سيما تلك التي تهتم بتعزيز الثقة بالنفس بهدف مساعدة الأطفال على اكتشاف قدراتهم. أقرأ الكتب وبعدها أقوم بتسجيلها صوتيا ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام. هذه الطريقة تعد نشرا للكتب. المهرجان كان فرصة لتقريب الأدباء والكتاب الروس من القراء عبر لقاءات علمية عرض فيها الكتاب أحدث إصداراتهم، كما شرح فيها المشاركون آفاق ومستقبل الكتب الورقية في ظل التحديات الكبيرة التي تشكلها التكنولوجيا. للمرة الخامسة على التوالي أشارك في هذا المهرجان، لاحظت زيادة إعجاب القارئ الروسي بالكتب التي تتعلق بتاريخ روسيا القديم، هذا أمر يبعث على الفخر. مهرجان الكتاب في الساحة الحمراء شهد كذلك عروضا فنية وموسيقية قدمتها فرق من مختلف المدن الروسية، فعاليات فنية استمتع بها زوار هذا المهرجان. يستقطب مهرجان الكتاب في الساحة الحمراء سنويا الآلاف من القراء، فعالية تهدف في الأساس إلى التشجيع على القراءة والحفاظ على الموروث الثقافي الروسي. يوسف بكار، الغد، موسكو.